ويلكم باك اجين ليم ستارت. النهارده عندنا ان شاء الله 5 كلمات دايما بنغلط في معانيهم لان المعاني الى حد ما متقاربه في ذهن بعض الناس. طب ندخل في الموضوع مباشره. الكلمه الاولى continent. continent يعني قاره، زي افريكا continent يعني زي قاره افريقيا، زي ايشيا قاره اسيا، يوروب قاره اوروبا، دي قاره. ننزل تحتها شويه country. country country يعني دولة، زي ايجيبت زي ليبيا، دولة 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 دولة. ننزل تحت شوية في المساحة city، ودي مدينة كبيرة، ومدينة كبيرة زي مثلا الكسندريا مثلا، زي اسكندرية كده. ننزل تحت شوية town. town يعني مدينة صغيرة، يعني لو انت مثلا في اسكندرية وقلنا المنظرة يبقى دي تاون، قلنا العصافرة يبقى دي تاون. لو نزلنا تحت بقى كمان في المساحة هنقوله village. village يعني قرية، قرية بتتسع من المساحة صغيرة وعدد السكان صغيرين، وعادة بتبقى زراعية، يعني بيبقى عندك river أو canal أو عندك مثلا farms أو عندك مثلا animal farms وحيوانات المزرعة أو المزارع. يبقى كده إحنا اتكلمنا عن 5 كلمات بتبدأ من أكبرهم مساحة continent دولة، country city مدينة كبيرة، town مدينة صغيرة، وفي النهاية village يعني قرية صغيرة. زي ما احنا اتفقنا وقلنا ما تنساش تشير في الخير لانك ان شاء الله مش هتغلط فيهم تاني وهتفيد الاخرين. At the end of our video I hope to understand everything I have just said. See you later. Goodbye everybody.